في الجنب تاع السكه تاع التران البوليس غادي يلقاو واحد الجثه اللي ماشي عاديه. اول مره البوليس يلقاو شي جثه بحال هادي، حيت الجثه في الاول ما عرفها واش تاع بنت ولا تاع دري. فاش غادي يقربوا الجثه وغادي يقلبوها غادي يعرفوها باللي تاع دري. جثه تاع دري لابس غير حوايج الدخلانيين وكيبان وجهه بحال ديال الماكياج. البوليس غادي يديو الجثه لمستودع الاموات وغادي يبداو كيدور في مسرح الجريمه وما غادي يقدروا يوصلوا حتى شي حاجه. شهور وما كيقلبوا في هذه القضيه وما قدروش يحلوها، ولكن تقريبا بعد شهرين ونص على هذا الشيء هذا غادي يلقاو جثه اخرى. جثة اخرى عاوتاني كانت في واحد الغابه وفي واحد البلاصه خاويه، ونفس الطريقه اللي لقاو الجثه الاولى غادي يلقاو حتى الجثه الثانيه. دري تقريبا في العشرينات تاع عمره لابس حتى هو الحوايج الدخلانيين وحتى هو كيبان بحال البنت. بقاو معايا اخوتي حتى الاخر باش تعرفوا شكون اللي كيجري فيهم هادشي، حيت ما غتصدقوش شكون اللي لقاو في الاخر. خوتي خوتي، اجي اول حاجه الناس اللي كيتفرجوا مع العائله تاعهم بالدراري والبنات الصغار ما يشوفوش هاد القصه هادي، حيت قدرت تاثر فيهم. غادي نعاود لكم اخوتي هاد القصه وما غاديش نحكر لكم على الكلمات الخايبين، غادي نعاود لكم القصه عادي وبغيتكم نتوما تفهموا. واللي كيشوف اخوتي اول مره المحتوى تاع المعيار، انا رشيد زروق كنقدم محتوى تاع قصص حقيقيه 100%. اللي كيعجبك هذا النوع تاع المحتوى شارك دابا وفعل الجرس، وما تنساوش يا خوتي لايك وبارطاج باش تدعموني على هذا المجهود اللي كنجي لكم. ويلاه نبداو. 2019 شهر 5 نهار 10 الدرك الملكي، الجندرم غادي يجيهم واحد المكالمه من عند واحد السيد خدام في السكه الحديديه. هاد السيد غادي يدور لهم غادي يقول لهم بلي كنت دايز انا في العشيه حتى كتبان لي واحد الجثه مرميه حدا السكه تاع التران. هاد الجثه اللي لقاها السيد غادي يقول لهم بالضبط كاينه في واحد الغابه بعيده على مدينه الدار البيضاء ب 10 كيلومتر. الدرك الملكي ديك الساعه وصل للمسرح تاع الجريمه وين تلقاو بان كاينه جثه تاع الدري تكون عنده شي 22 عام. فاش شافوا البوليس بان لهم بانه في شكل كيبان بانه بحال منحرف جنسيا. البوليس فاش شافوا الجثه لقاو بان ذاك الدري لابس غير الملابس الداخليه تاعو وكيبان بانه جهه عنقه بحال كاين الحموريه والزرقيه. هنا البوليس استنتجوا ديك الساعه بان هاد الدري هذا شي واحد اللي خنقه. الدرك الملكي الحاجه اللي كانوا مأكدين فيها 100% بان هاد البلاصه فين لقاو هاد الجثه هادي ماشي هي مسرح الجريمه. المجرم اللي دار هاد الشيء هذا قتل الضحيه تاعو في شي بلاصه اللي بعيده عباش جبل تماك. ومن بعد الجندرم تاكدوا بان هاد الجثه تقريبا داز على الوقت تاع باش مات 24 ساعة. يعني تقريبا الدري هذا مات البارح بالليل وفي العشيه الجندرم لقاو الجثه. الجندرم غادي يدور تمشيط لمسرح الجريمه وغادي يلقاو واحد التليفون تقريبا بعيد على الجثه ب 13 متر. التليفون فاش الجندرم شافوه هزوه لقاوه باللي مهرس. التليفون مهرس ولا كارت تاع النمره ما كايناش، يعني هذا المجرم اللي كيجي لهذا الشيء عارف مزيان اش كيجي. من بعد الدرك الملكي غادي يلقاو واحد الحاجه اللي غتفيدهم بزاف، غادي يلقاو لاكارت ناسيونال تاع الدري. هاد الدري هذا بالضبط كانت عنده 22 عام وسميتو منعم وساكن في الدار البيضاء. الجندرم بطبيعه الحال فاش لقاو البطاقه الوطنيه تاع الدري هذا جاتهم شكل، قالوا واش هاد السيد اللي دار هاد الجريمه هادي واش طاحت ليه ولا هو اللي رماها؟ حيت الهويه تاع الضحيه كتحل لنا تقريبا 50% تاع القضيه. الدرك الملكي باش عرفوا بان هاد الدري منعم ساكن في المدينه، ديك الساعه غيدوروا البوليس باش يكملوا القضيه والبحث. من بعد الجثه غادي تجيو لمستودع الاموات باش يديروا ليها التشريح، وغادي يديو داك السيد يدور لهم باش يحقوا معاه. هاد السيد اللي كندور لهم وخدام في السكه الحديديه غادي يقول لهم باللي انا مع الصباح فاش كنت دايز من هاد الطريق هادي ما كانش الجثه، دزت من تيك البلاصه بالضبط ما بان ليا حتى شي حاجه، ولكن في العشيه باش كنت راجع بانت ليا الجثه. الجندرم غادي يسولوه وغادي يقولوا له علاش بالضبط كدوز من تيك الطريق، تيك الطريق خاويه بزاف وجات في الغابه، ماك ما تدوش من شي بلاصه اخرى. السيد غادي يقول لهم بلي هاد الطريق غادي سيرين وانا كندوز منها وما عنديش ترونسبور، يعني كنمشي على رجليا وانا ساكن واحد البلاصه غير قريبه للخدمه، كندوز من تيك البلاصه وكنختصر الطريق باش غير نوصل. الجندرم غادي يسولوه وغادي يقولوا له واش ما شتيش شي حاجه غريبه؟ ما شتيش شي واحد واقف تماك ولا شي طونوبيله ولا شي موتور؟ المهم شي حاجه غريبه تساعدنا في القضيه. غادي يقول لهم بلي في الصباح فاش دزت من تماك انا متاكد بلي ما كانتش الجثه، دزت من تماك وما كانت حتى شي حاجه، وفي العشيه فاش كنت راجع عاباش بانت لي الجثه وما كاين حتى شي واحد اخر، ما بان لي لا طوموبيله لا موتور لا حتى شي حاجه غريبه. انا مع بانت لي الجثه ديك الساعه دورت لكم وبقيت واقف تماك تنتسناكم. بطبيعه الحال الجندرم غادي يطلقوا هذا السيد هذا وغادي يدوروا البوليس وغادي يعاودوا لهم كاع المعلومات تاع هذه القضيه. البوليس غادي يقيدوا المعلومات كاع اللي عندهم وغادي يمشيو ديك الساعه للعنوان تاع الدري فين ساكن. غادي يوصل للدار غادي يدقوا وغادي يخرج لهم واحد السيد وغادي يسولوه غادي يقول له واش انت هو باس منعيم؟ هذا السيد غادي يقول لهم اه انا هو باس منعيم وهذه هي مو يكشي باس ما كاين. البوليس ما قدروش يقولوا ليه باللي ولدك راه مات، قالوا له يلا معنا للكوميساريه بينا ندويو معاك في واحد الموضوع. السيد هو ومرتو لبسوا حوايجهم ومشوا معاهم للكوميساريه وريحوا، وهنا البوليس بداو بشويه بشويه كيشرحوا لهم. من بعد غادي يقولوا لهم شوفوا غادي نقول لكم واحد الحاجه وبينكم تشدوا في راسكم ما تغوتوش. بوس منهم بقاو مستغربين، قال لهم اش واقع مال واش ولدي وقعت ليه شي حاجه؟ البوليس قالوا لهم باللي بغينا نقول لكم شي حاجه ولكن بغيناكم تصبروا راسكم حيت هادشي اللي غادي نقول لكم صعيب. البوس ولهم ما فهموا والو، قالوا لهم واش شي حاجه واقعه لولدنا؟ غادي يقولوا لهم
لهم راه لقيناه ميت. البوليس هنا غادي تصدموا، واخا قالوا لهم بلي ولدكم والعمات بقاو تيشوفوا فيهم، وقالوا لهم بلي عادي راه كنا غنموتوا، ما قالوا حتى رد فعله، ما قالوا حتى ليه الله يرحمه، بقاو كيشوفوا فيهم وقالوا لهم بلي عادي راه كنا غنموتوا. بغيت غادي يقول للبوليس واحد الهضره، غادي يقول لهم شوفوا بعض المرات الموت كتكون ستر للانسان، مزيان بنادم يموت. البوليس فهاد اللحظه ما فهموا والو، بقاو كيشوفوا فيهم وناضوا وخرجوا دواو للخارج. البوليس هنا بقاو مده وما كيدوا بيناتهم مع باش عرفوا بان الدير اللي لقاو كان يدير المكياج وكيبان بحال مبنت. هنا البوليس قالوا يقدر باللي باه ومو قتلوه حيت الدري مبنت وخاف لي يشوهم. البوليس فاش كملوا الهضره بيناتهم دخلوا بداو كيدويو مع با ومو، وقالوا ليه علاش اش وقع لك شي مشكل مع ولدك؟ البات هنا غادي يبدا كيدوي ويفش قلبه، غادي يقول لهم باللي ولدي منين هو صغير كيدي التصرفات تاع البنات، عيت معاه باش يترجل ويولي راجل ويولي دري عادي، ولكن هو ديما كيتصرف بحال البنات، تيجي لي التصرفات تاع البنات كيبسي حوايج البنات، وبعض المرات كيجي للمكياج، وهذا الشيء اللي خلاني انا نتعصب ونجري عليه انا ومو. حتى مو بغاتوش جرات عليه وقلنا ليه عمرك تبقى ترجع عندنا، حيت شو هنا لا مع العائله لا مع الجيران، ما بغى يقرا ما بغى حتى شي حاجه في حياته، مقابل غير داكشي تاع البنات والمكياج. قالوا لهم تقريبا لمده 4 سنين هادي باش جرينا عليه، ومن تماك ما بقينا شفناه. البوليس غادي يسولهم غادي يقول لهم ما عرفتش ولدكم فين ساكن، ما عمركم ما سمعتوا عليه شي هضره فين ساكن ولا شي بلاصه اللي كاري فيها. البات غادي يبدا تفكر مده وغادي يقول لهم بلي واحد النهار كنت خارج للحومه وتلاقيت مع شي دراري، وقالوا لي بلي راه ولدك كاري واحد البارتمان في بورغون، ولكن البارتمان بالضبط ما عرفتاش فين كاينه حيت ما عمرني ما فكرت انني نمشي عنده. البوليس هنا باش عرفوا علاش البوت سولم داروا ديك رده الفعل فاش سمعوا باللي ولدهم مات، ما بكاو ما غوتوا ما بقى فيهم حتى شي حاجه، عرفوا بان الولد كان منحرف جنسيا وباه ومو كانوا يجراو عليه. غادي تلقاوه ويمشي، ولكن غادي يحطوهم في اللائحه تاع المتهمين. البوليس غادي يعطي واحد افتراضي وغادي يقولوا يقدر الى البوت سولم فاش شافوا ولدهم منحرف جنسيا صفوا عليه، حيت يقدر يكون بغى يشوههم مع العائله ولا مع الجيران، داروا هذا الشيء هذا باش يحيدوه مره. حطوهم في لائحه تاع المتهمين، وديك الساعه البوليس خدوا التصاور تاع منعم وبداو كيدوروا في بورغون كيسولوا الناس. تخيلوا معايا البوليس كيدوروا عماره بعماره، واي واحد داز تما كيسولوه، هازين معاهم التصاور وكيوريو الناس. غاديين كيسولوا حتى غادي يوصلوا واحد العماره، غادي يسولوا الكونسيرج اللي مقابلها. السلام عليكم، واش كتعرف هاد الدري هذا؟ الكونسيرج تاع العماره معاه في التصويره حقق فيها مزيان. قال لهم هاد الدري راه كنعرفو. قال لهم بلي هاد الدري هذا راه كان ساكن نيت في هاد العماره اللي هنا. هاد الكونسيرج كنعرف حتى السميه تاعو، قال لهم بلي سميتو منعم وراه ساكن في الطبقه الثانيه. البوليس ديك الساعه قالوا لي طلعنا الطبقه الثانيه نشوفوها، وقفوا حداها وبداو كيدقوا. البوليس بداو كيدقوا حتى واحد ما هل عليهم وما يسولوه، قالوا لي واش ساكن بوحدو هنا؟ الكونسيرج قال لهم لا، قال لهم منعم راه ساكن مع واحد الدري سميتو زكريا، بجوجهم كاينين هذا البارتمان. البوليس غادي يقول للكونسيرج بقى جالس هنا كتسنى زكريا، معايا يبان لي قول ليه يدوز عندنا الكوميساريه. تقريبا من بعد 5 سوايع على هادشي زكريا غيدخل عندهم الكوميساريه، وغادي يريح وغادي يبدا كيعاود لهم. غادي يقول لهم بلي منعم صاحبي منين انت وانا كنعرفو وكاري انا وياه هذيك البارتمان، عشرة تاع مده طويله، ولكن هاد 3 ايام من الاخر هادي مابقاش رجع للدار، كندور ليه ما كيجاوبش وما عادش فين مشى. غادي يبقاو كيسولوا فيه حتى غادي يوصلوا، غادي يقولوا ليه واش هاد منعم ما كانش عنده شي مشكل مع شي واحد؟ ما عمره ما عاود ليك بلي طرا ليه شي حاجه ولا عنده شي مشكل مع شي حد. زكريا غادي يقول لهم لا، غادي يقول لهم انا منعم كنعرفو مزيان ما كيجيبش الصداع وديما كيهرب منه. زكريا فاش جاب البوليس كيسولوه على منعم بزاف، و 3 ايام هادي كيدور ليه ما كيجاوبش، غادي يسول البوليس وغادي يقول لهم واش وقع عليه شي حاجه. البوليس غادي يقول له شوف اولدي راه لقينا صاحبك منعم مرمي حدا السكه تاع التران وميت، الا كنتي كتعرف شي حاجه قولها لنا وعاوننا دابا، حيت القضيه فيها القتل ضروري، الا كنتي كتعرف شي حاجه قولها لنا دابا. بطبيعه الحال زكريا مع سمع جريمه قتل غادي تخلع، وداكشي اللي عنده غادي يقولوا ليه. زكريا غادي يبدا كيعاود لهم وغادي يقول لهم بلي منعم صاحبي كان ديما كيعمر في واحد القهوه تاع الشيشه، كل يوم كيمشي ليها وعطاهم حتى المواصفات تاع الدراري اللي كيكون معاهم. بطبيعه الحال زكريا غادي يعطيهم العنوان تاع هاد القهوه تاع الشيشه. بطبيعه الحال البوليس كيقيدو وغادي يقيدو كاع المعلومات اللي كيعطيهم، البلاصه فين كاينه قهوه الشيشه، الدراري اللي كان كيريح معاهم، وحتى الوقيته فاش كان كيمشي. البوليس غادي تلقوا زكريا يمشي في حاله، حيت طرات اللحظه هادي ما بان لهم حتى شي دليل اللي يخليهم قابزينو. تلقوه يمشيو في حاله، وديك الساعه غادي يمشيو لديك القهوه الشيشه، دخلوا وبطبيعه الحال اول واحد غادي يسولو هو السرباي. غادي يمشيو عنده السلام عليكم وغادي يوريو التصويره تاع منعم، والسرباي معاه غادي يشوف التصويره غادي يعرف منعم، غادي يقول لهم بلي هاد الدري تقريبا راه كليان تاعنا وكل نهار كيجي للقهوه، كيريح بديك البلاصه وكيريح مع شي دراري وكيبدا كيشيش. بطبيعه الحال الحاجه اللي كانوا بغاو هي يعرفوا الدراري اللي كان كيريح معاهم منعم. غادي يجيب واحد وبرقاو السيلو وغادي يبدا يقولوا ليه قلنا الدراري واحد بواحد نقيتوه، كاع الدراري اللي كنتي كتشوف مع منعم وبغيت نسنى حتى شي واحد. غادي يدوروا على صحابو كلهم وغادي تجيهم الكوميساريه وغادي يبداو كيحقوا معاهم واحد بواحد، كلهم داروا عليهم وكلهم حقوا معاهم وعرفوا باللي ما عندهم حتى شي علاقه بهذا الشيء اللي وقع لمنعم، يعني المجرم اللي دار هذا الشيء بعيد على منعم كثر ما كانوا كيتصوروا. بطبيعه الحال البوليس في هذه الوقيته بزاف تاع الاسئله كدور لهم في راسهم، شكون هو هذا اللي قتل منعم وعلاش قتلوه؟ واش
عنده معاه شي علاقه ولا داكشي كامل وقع غير صدفه. من بعد تقريبا واحد 3 شهور هما البوليس كيحقوا ما غادي يوصلوا حتى لشي حاجه. في واحد النهار بالضبط في 2019 شهر 7 نهار 24 البوليس غاتجيهم واحد المكالمه باللي كاينه واحد الجثه اخرى. هاد السيد طول البوليس مع الصباح بكري بغات يقول لهم بلي لقيت جثه تاع الدري العمر تاعو في العشرينات وغادي يقول لهم بلي هاد الغابة انا اللي مقابله وانا اللي مسؤول عليها. وبطبيعه الحال البوليس مع سمعاش ديك الساعه غادي يمشيو كيجريو لهاد البلاصه. بطبيعه الحال البوليس ما غيتعطلوش غير غادي يوصلوا لمسرح الجريمه وغادي يلقاو بلي هاد السيد كيتسناهم. هاد السيد كان سميتو محمد والعمر تاعو تقريبا 50 عام. غادي يقول لهم بلي انا اللي مقابله هاد الغابه هادي والصباح بكري كل نهار كندور هنايا واليوم مات لي هاد الجثه. بطبيعة الحال في اللوفة شتا تصدمت خلعت بزاف وقلت ميمكنش اش واقع هنا. قربت حدا وما كانش كيسحابني بلي داك الدري راه ميت. قلت بلي يقدر يرا غير ناعس وقع عليه شي حاجة ولكن فاش قربت حدا وشتو عرفتو بلي ميت. مع شتو تخلعت بزاف بعدت منه ودورت ليكم. البوليس غادي يسولوه وغادي يقولوا ليك الجثة ما قصتيهاش. السيد اللي مقابل الغابة غادي يقول لهم لا ما قصتهاش شتا غير من البعيد ودورت ليكم. غادي يجي الجندارم حتى الشرطة العلمية وغادي يبداو كيديروا التحريات تاعهم. غادي يلاحظوا بأن الجثة تاع الدري يكون العمر تاعو تقريبا شي 24 عام. هذا اللي مات عنده 4 تاع الضربات بالموس في كرشو. الضربات كانوا غارقين بزاف وداروا ليه نزيف وهما اللي اداو للوفاة تاعو. والحاجه اللي ما قلت لكمش راه الضحيه الثانيه باللي حتى هو كان لابس غير الملابس الداخليه تاعو. طبيعة الحال البوليس والجندار ما شافوا هذه الجثه الثانيه. تفكروا الجثه الاولى اللي كانوا لقاو 3 شهور هادي وقالوا باللي المجرم اللي قتل منعيم هو اللي قتل هاد الدري هذا. فاش بداو كيقلبوا في داك الدري لقاو بان اللحم تاعو كله زرق وزيد على هادشي لقاو اللحم تاعو بدا كيزرق يعني تقريبا دازت واحد 3 ايام هادي باش مات. طبيعة الحال فهاد الوقيته الشرطه العلميه غتكون تدور في مسرح الجريمه وكيقلبوا على شي حاجه اللي تعاونهم. هاد المره ما خلوه فين قلبوا وما غادي يلقاو حتى شي حاجه لا كارت ناسيونال لا تليفون. هنا البوليس غادي يعرفوا بان القضيه غداو كتزير عندهم. دابا خاصو يديو الجثه ويديروا لها التشريح وياخذوا لها البصمات. وداك الشيء اللي داروا خذوا الجثه البصمات وداروا لها التشريح ومن بعد 72 ساعه خرج التحليل تاع البصمات. من بعد 72 ساعه البوليس غادي يعرفوا السميه تاع الدري هذا اللي كان سميتو مروان وعنده 24 عام. الحاجه اللي غتعاونهم هي غادي يلقاو باللي موجهت الكوميساريه وتكلارات عليه ديكلارات بالاختفاء تاع ولدها مروان. ما عرفوا بان هاد السيده شاد ديكلارات ديك الساعه البوليس غادي يصيفطوا لها استدعاء باش يجي عندهم. شاد الكوميساريه وعاودوا لها داكشي اللي وقع قالوا لها باللي ولدك راه لقيناه ميت. طبيعة الحال اخوتي الام سمعت هادشي نهارت وبدات كتبكي كتبكي وكتغوت بواحد الطريقه اللي هي هيستيري. هاد السيده هادي ما قدرتش تقبل الموت تاع ولدها. البوليس بقاو كيصبروا فيها تقريبا النهار كامل ومن الصباح حتى العشيه عباش الام ولات شويه ومن بعد غادي تديوها لمستودع الاموات باش تعرف على ولدها. وبطبيعة الحال الام عاشفت الوجه تاع ولدها ما قالتش لهم هذا باللي ولدي بدات كتغوت وكتبكي. البوليس هنا عرفوا بان ولدها هذاك غادي يخرجوها وبداو كيصبروا فيها وغادي يوعدوها وغادي يقول لها بلي غادي يلقاو هذا المجرم اللي دار هذا الشيء. قالوا لها شوفي غتقولي لنا اي حاجه على ولدك ما بينك تنسي حتى شي حاجه واخا شي حاجه كتبان لك بلي عاديه خاصك تقوليها لنا باش تنسي والو. الام غتبدا كتعاود على ولدها وغتقول لهم اش كيجي من الصباح حتى العشيه. اول حاجه البوليس غادي يسولوا على السلوك تاع ولدها وغتقول لهم بلي ولدي التصرفات تاعو كانوا غريبين شويه كان كيدوي وكيتعامل معنا بواحد الطريقه مبنته تقريبا كاع الناس كانوا ملاحظين هذا الشيء وانا كيبان لي بلي ما عندي ما نجي. غتقول لهم بلي ولدي مروان ما كان عنده مشكل مع حتى شي واحد وما كانوش عنده الصحاب. قلت لهم بلي ولدي كان داخل سوق راسو ونهار كامل كيدوزو في البيت مريح في واحد البيسي كيبدا كيقلب فيه كينعس في البيت كيتفرج في التلفازه هادشي اللي كيجي قليل فاش كيخرج للخارج وغالبا كيخرج باش يتسخر ليا والصحاب ما عندوش. قلت لهم بعض المرات كيطلع ليا الدم كندخل عنده البيت وكنبدا كنضغط عليه تنقول ليه انت نهار كامل وانت جالس في البيت خرج دور سير شي بلاصه ما تبقى جالس هنايا. البوليس بالخير الهضره تاع الام قالوا يقدر الدري يكون عنده حتى هو انحراف جنسي وتاكدوا بان الدري ما عنده مشكل مع حتى شي واحد داخل سوق راسو وما تيديش المشاكل. هنا غتعرفوا بان هذه القضيه غتزيد تعقد وصعيب انهم يحلوها. من بعد تقريبا واحد المده باش غادي يخرج التقرير تاع الطب الشرعي غادي تصدموا البوليس. هنا باش غتعرفوا وغادي تاكدوا 100% بان المجرم اللي قتل منعيم هو اللي قتل الدري مروان. كما كتعرفوا اخوتي السبب تاع الوفاه تاع الدري منعيم هو الخنق. اما الدري مروان السبب تاع الموت تاعه هو الضربه اللي كان عنده في الموس في كرشو. المحققين ريحوا بيناتهم بقاو مده وما كيفكروا وكيشوفوا شي حل لهذه القضيه. حتى واحد الدري غاتجي واحد الفكره اللي ذكيه غادي يقول البوليس غادي يمشيو للبيت تاع مروان كتنمو بلي كان كيريح في البيسي بزاف غندخلوا البيسي تاعو وغادي نشوفوا اش كان كيدير في ذاك البيسي المواقع اللي كان كيدخل لهم مع من كان كيدوي واش كان كيدير بالضبط في البيسي حيت كتنمو بلي كيدوز مده طويله في البيسي كل نهار ما بين 7 حتى 6 السوايع يعني خاصنا نمشيو وندخلوا ونشوفوا اش كان كيدير. داكشي اللي داروا البوليس بقوا عنده ودخلوا للبيت عنده وشعلوا البيسي وبداو كيقلبوا. هنا البوليس تاكدوا 100% بان الشكوك اللي كانت عندهم صحيحه. هاد الدري الثاني مروان حتى هو كان عنده ميول جنسيه. بداو كيقلبوا البوليس حتى غادي يلقاو بلي مروان كان مقيد في واحد السيت وكان كيدوي مع الناس تماك ونهار بالضبط باش كان مات كان دوي مع واحد السيد وزكى معاه باللي غادي يخرجوا ويتلاقوا في واحد القهوه اللي كانوا غادي يتلاقوا فيها كانت مكتوبه تماك. البوليس قبضوا ديك القهوه وقلبوا ولقوا البلاصه تاعها
وديك الساعه غادي يمشيو ليها البوليس مع دخول القهوه. ديك الساعه غادي يمشيو للجيرو اللي مقابل القهوه وغادي يقول ليه رجعنا لكاميرات المراقبه بين نشوفوا النهار فلان فلاني واحد الدري مع من كان جالس. ديك الساعه الجيرو مع جيف البوليس الزربانين غادي يدخلوا من البيت فين كاين الكاميرات والتلفازات وغادي يبدا كيوريهم. غادي يدخلوا النهار والساعه بالضبط فاش كان مروان مزكي مع داك الدري بقاو مقابلين الكاميرات كيشوفوا حتى غادي يبان لهم باللي مروان دخل القهوه. دخل القهوه وريح في واحد البلاصه وجا عنده واحد السيد. وهنا البوليس فاش غادي يتصدموا السيد اللي كان جا عنده ريح مع ديبان كبير في العمر، العمر تاعو تقريبا فايت 55 عام. ديك الساعه البوليس غادي يخرجوا الفيديو اللي كان مريح مروان كيدوي مع داك السيد وغادي يديو هذا الفيديو هذا للمختبر الجنائي باش يعرفوا شكون هو هذا السيد اللي كان مريح مع مروان وفي مده قصيره قدروا تعرفوا عليه وجبدوا كاع المعلومات تاعو. غادي يعرفوا بان هذا السيد العمر تاعو 53 عام وسميتو زهير. غادي يعرفوا العنوان فين ساكن والبوليس غادي يتاكدوا بان هذا السيد لاباس عليه وساكن في فيلا. هاد الوقيته فاش عرفوا هاد المعلومات كانت 4 الصباح وديك الساعه البوليس بطبيعه الحال غادي يتحركوا ومشوا عنده الفيلا تاعو. دقوا عليه ودخلوا وغادي يعتقلوه مع ديك الوقيته. ديك الساعه داو الكوميساريه وبداو كيحقوا معاه وغادي يوريو التصويره تاع منعم ومروان. هاد زهير مع غادي يشوف التصاور غادي يقول لهم باللي لا هاد الدراري ما كنعرفهمش، ما كنعرف لا مروان لا زهير، عمري ما شفتهم في حياتي، شكون هما هادو؟ هنا البوليس غادي يعرفوا بان هاد السيد كيكذب حيت التسجيل تاع الفيديو عنده في البيسي كيشوفوا فيه، عرفوه باللي هو، فاش عرفوه باللي كيكذب تاكدوا 100% باللي هو المجرم. فهاد الوقيته كيحاولوا انهم يهضروه، شو يقولوا ليه عاودنا نتعاونوا معاك ولكن السيد والو، تيقول لهم باللي هادوك ما كنعرفهمش وانا ما درت حتى شي حاجه. هنا باش غادي يدوزوا الخطه الثانيه تاعو هي قبضوا ليه التليفون تاعو والبيسي. التليفون كان هزو معاه غادي يحيدو عليه وديك الساعه غادي يمشيو للفيلا تاعو غادي يدخلوا وغادي يجبدوا البيسي. فاش غادي يدخلوا البيسي تاعو التليفون هنا البوليس فاش غادي يتصدموا. البوليس غادي يلقاو بلي هاد السيد هذا زهير عنده الفيديوهات تاع مروان ومنعم وماشي غير هاد جوج دراري، بزاف تاع الدراري الاخرين مسافت ليه تصاور وفيديوهات. هنا البوليس غادي يتاكدوا وغادي يعرفوا بان هاد السيد زهير توا عنده ميول جنسي وبطبيعه الحال غادي يتاكدوا 100% بلي هو اللي قتل مروان ومنعم. هنا غادي يجبدوا ليه دوك الفيديوهات والتصاور وغادي يوريهم ليه وغادي تقول ليه ما عليك غير تقول لنا القصه وتعاود لنا اش وقع، شنو هو السبب اللي خلاك تقتل الدري مروان ومنعم وعلاش ما قتلتيش الدراري الاخرين، حيت لقاو عنده بزاف تاع الفيديوهات تاع دراري اخرين تقريبا 10 تاع الفيديوهات والتصاور. هنا سهير غادي يبدا كيدو وغادي يعاود لهم كل شيء، غادي يقول لهم فاش كنت صغير با كان تعدى عليا، كان تكرفس عليا ومن ديك اللحظه وانا مريض، ولات عندي عقده نفسيه وميول جنسي. هنا البوليس غادي يسولوه وغادي يقول له علاش بالضبط قتلتي مروان ومنعيم، علاش ما قتلتيش الدراري الاخرين؟ سهير غادي يقول لهم بلي هاد جوج دراري لقيتهم بلي كيشبهوا للواليد، مع تنشوفهم تنتفكر للواليد وتنتفكر داك الشيء اللي دار ليا، داك الشيء علاش تعديت عليهم وقتلتهم بجوج. البوليس قيدوا الاقوال تاع السيد وداو للمحكمه وغادي يحكم عليه القاضي بالاعدام. خوتي خواتاتي شكرا لاي واحد وصل حتى لهنايا، بيت كلكم اي واحد يتفرج بعد فهاد الحداجي خليها في الكومنتير الراي تاعو، اش استفد من هاد القصه هادي؟ واش استفدنا شي حاجه ولا بانت ليه قصه ما فيها حتى شي استفاده؟